الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذه بشارة نبوية عظيمة بإمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله ورضي الله عنه، حيث أخرج الإمام الحاكم في المستدرك عن عياض الأشعري أنه قال: لما نزل قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال صلى الله عليه وسلم وأومأ إلى أبي موسى الأشعري قال: هم قوم هذا، وفي رواية قال: هم قومك يا أبا موسى. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير، وقال رجاله رجال الصحيح. الإمام البيهقي رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة وحفاظ الحديث، قال عقب هذا الحديث: وذلك، يعني تعليل هذا الحديث، وذلك لما وجد فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. وهذا الكلام ذكره كذلك أحفظ حفاظ الشام الإمام ابن عساكر الدمشقي رحمه الله نقلا عن البيهقي، قال: فهو من قوم أبي موسى، أبو الحسن الأشعري من قوم أبي موسى، فأبو موسى هو جده التاسع وأولاده الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم مخصوصا من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة وبإظهار الحجة ورد الشبهة. والأشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل قوم أبي موسى من قوم يحبهم الله ويحبونه، لما علم من صحة دينهم وعرف من قوة يقينهم، فمن نحى في علم الأصول نحوهم. وعلم الأصول هنا المراد به علم أصول الدين، فمن سار على طريقة الإمام الأشعري رحمه الله، فمن نحى في علم الأصول نحوهم وتبع في نفي التشبيه مع ملازمة الكتاب والسنة قولهم، جعل من جملتهم وعد من حسابهم بمشيئة الله وإذنه، أعاننا الله تعالى على ذلك بمنه، وختم لنا بالسعادة والشهادة بجوده، والحمد لله رب العالمين.